انا مع الفقر الدم، شو الحل؟ بالنسبة لفقر الدم دي نقول ان ده شخص بيجي لنا العياده يقول يا دكتور انا عندي صداع مستمر، عندي ارهاق مستمر، عندي تعب من اقل مجهود، نعمل تحليل صوره الدم الكامله فيطلع عندنا نسبه الهيموجلوبين بتاعنا مش مظبوطه. بنبدا بناء على نسبه الحديد اللي موجوده عنده، طبعا بنبحث عن سبب الانيميا اللي موجوده عنده. الانيميا لها اسباب عديده، اشهر سبب ليها اللي هو نقص التغذيه، اشهر سبب ليها هو نقص التغذيه. فاول حاجه بنبحث عن السبب، خلاص عرفنا السبب. لو نقص التغذيه اول حاجه في العلاج بناخد اغذيه بتحتوي على عنصر الحديد. الاغذيه بتحتوي على عنصر الحديد زي البتنجان والعسل الاسود، البتنجان والعسل الاسود واللحمه الحمراء والتين المجفف والتمر، ونقول ايه تاني، التين المجفف والتمر والبتنجان والعسل الاسود واللحمه الحمراء، دول اشهر حاجات مركز فيها الحديد. فبناخد الحديد عن طريق الاكل بتاعنا، وبناخد ايضا الحديد عن طريق مكمل غذائي بيحتوي على عنصر الحديد، موجودة كتير جدا في الصيدليات. موجودة جدا في الصيدليات. زي ايه مثلا؟ زي مثلا الفرافيرو، زي الفروترون، زي الفروجلوبين، زي الهيموجيت، زي ايا كان الاسم بتاعه، بس كلهم زي شوكو بنستر، زي التراس، ده كله بيحتوي على عنصر الحديد. بعد ما بناخد المكمل بيحتوي على عنصر الحديد، بناخد حاجة معاه تاني، بناخد حاجة اسمها الفوليك اسيد، حمض الفوليك، من ضمن البروتوكول العلاجي. يبقى احنا بناخد اقراص الحديد، ومع اقراص الحديد بناخد حمض الفوليك، ومع حمض الفوليك بناخد فيتامين ب 12، ويفضل ناخدها كحقن. مع فيتامين ب 12 بناخد اغذيه بتحتوي على عنصر الحديد. لكن اذا كان ده السبب، لو كان سبب الفقر الدم اللي عندنا الاكل بتاعنا. لكن لو سبب مثلا فقر الدم اللي عندنا الديدان في الامعاء، يبقى لازم نعالج الديدان في الامعاء. لو عندنا مثلا وليكن قرح في المعده، يبقى لازم نعالج قرح المعده. لو لا قدر الله هي حامل، يبقى لابد ان احنا نراعي، يعني ممكن يبقى الانيميا يبقى سبب الحمل، ممكن الانيميا يكون سببها، يعني لابد ان نبحث عن سبب الانيميا في البدايه، ونحط ايدينا على السبب ونبدا نعالج المشكله. والمفترض كل شهر بنعمل تحليل صوره الدم الكامله، وكل 3 شهور بنعمل تحليل الفيريتين عشان نقيس النسب الطبيعيه بتاعتهم، وبناء عليها بنقيم الجرعه العلاجيه على حسب التحاليل بتاعتنا في الفتره اللي بيتم تحديدها من قبل الطبيب. يعني تمام، يعطيك العافيه دكتور. الله يسعدك، ربنا يحفظك. لو عندك اسئله ثانيه ممكن تسالينا. لا ما عندي، يعطيك العافيه. الله يخليك، الله يسعدك، ربنا يحفظك. يلا بشوفك بخير دكتور. الله يبارك فيك، الله يكرمك.